جا اليوم باش يحكي لكم اش طاري عند الكبار والصغار من دار لدار. جا باش يحكي اش طاري في الخيمة واش طاري في تيقمي واش واقع عند موالين الدار. من دار لدار برنامج اجتماعي ترقبونا على رمال تي في. رمال تي في اليوم جات باش تغطي وتسد واحد الخصاص في المنطقة ديال الجنوب المغرب. طاقم شاب اختار باش يخاطبكم بثلاثة ديال اللغات المحلية بالعربية والأمازيغية وبالحسانية، لأن همنا في رمال تي في هو نوصلوا المعلومة بكل شفافية بكل صراحة وبكل علمية. رمال تي في همها هو تخاطب الناس خطاب علمي واضح صريح ما فيه لا زواق لا نفاق. اليوم رمال تي في كترحب بكم وكترحب بالتفاعل ديالكم وبالاقتراحات ديالكم من أجل تطوير البرامج ومن أجل تطوير المواد الإعلامية ديالها. مرحبا بكم اليوم في برنامج من دار لدار. من دار لدار اللي غادي يتكلم معكم على اش واقع في كل دار، اش واقع في كل تيقمي، واش طاري في كل خيمة من خيام أهل الجنوب. برنامج من دار لدار اختار اليوم باش يبدا معاكم اول حلقه على المدرسه، على السكويله، بحيث كل دار فيها دراري صغار اليوم كيمشيو للمدرسه. كل خيمه فيها تركه، كان الهم ديال موالين الدار وموالين الخيمه هو يقريو هاد الوليدات. المدرسه اليوم او التعليم كيعاني وكاينة أزمة. تحية لكل أم ولكل أب كيسهر على تدريس ديال الولاد ديالو والبنات ديالو. تحية لكل أستاذ وأستاذة، لكل مدرس ومدرسة كيسهر على تبليغ المعلومة الصحيحة وتكوين الأجيال. باش نتكلموا على الأسرة والمدرسة غادي نتكلم معكم بداية ثلاثة النقاط مهمين ما خصناش نخبيوهم، لأن اللي وقع اليوم في المدرسة واللي كيوقع الرجال ونساء التعليم، وتحية لكل نساء ورجال التعليم اللي سال الدماء ديالهم من أجل تثبيت مكانتهم في المدرسة المغربية ومن أجل الدفاع وتحصيل المدرسة المغربية. اليوم اللي كيوقع عنده واحد التاريخ، غادي نتكلموا على واحد ثلاثة النقاط في البداية باش أننا نعرفوا أشنو واقع بالضبط. التعليم أو المدرسة العمومية من نهاية السبعينيات، نهاية السبعينيات من القرن الماضي كان واحد المشكل. هذا المشكل أزم الأوضاع في البلاد، طبيعة الحال أزمات أو مشاكل داخلية، ولكن تفرض عليها بطبيعة الحال سياسة صندوق النقد الدولي ما خصناش نخبيوها، لأن سياسة صندوق النقد الدولي بغات أو كانت تتسير في اتجاه تسليع، لأن النيو ليبراليزم أو الليبرالية الجديدة هي الأنظمة اللي كاينة الآن. تسليع التعليم، ما كان تسليع هو التعليم يولي بضاعة، بحال إلا مشيت للهري تشري الشمع ولا تشري الخضرة ولا تشري
السكر ولا الزيت ولا اتاي، نفس الشيء داروا للتعليم. التعليم يولي بضاعه، بغيتي التقويه ديال ابن ديالك ولا البنت ديالك في اللغات خاصك تشري هذيك اللغه، بغيتي لابن ديالك ولا الولد ديالك يكون مجتهد ويكون مجد في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي وحتى في التعليم الاعدادي والجامعي خاصك تخلص الفلوس. اذا هذا هو المنطق اللي ولا من نهايه السبعينيات وبدايه الثمانينيات. ولكن ما ننساوش النخبه السياسيه ديالنا، النخبه السياسيه اللي استغلت الفرصه ديال سياسة التقشف اللي ملتها عليها الجهات الخارجية وصندوق النقد الدولي، استغلت الفرصة وخلقت واحد الانغلاق سياسي في البلاد. انغلاق سياسي، الأحزاب السياسية اللي كانت تدبر الشأن ديال البلاد آنذاك حصرت المسألة الاجتماعية وجعلت الصحة والتعليم اللي هو موضوعنا اليوم والأسر اللي كتعاني من مع التعليم ديال الأبناء ديالها والبنات ديالها همشتها وجعلت التعليم يعني بضاعة خصك تخلص. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن هذه الأحزاب السياسية ولا هذه النخبة السياسية اللي سيرات البلاد ودبرتها جعلت أن التعليم امتياز في الوقت اللي كان تكلموا على الحقوق، وربما إلى قريتوا الدستور ديال البلاد ديال 2011 يعني سطر هذه الأمور بشكل واضح، أن التعليم حق وأن اللغات الانفتاح اللغات أساسي. ولكن هذه النخب السياسية اللي من ذاك الوقت خلقت هذاك الانغلاق السياسي وجعلت تعلم باللغات امتياز، جعلت الجودة ديال التعليم امتياز، وجعلت حتى الولوج للوظيفة امتياز. هذه النخبة السياسية هي اللي كتقاوم اليوم التعليم وتتقاوم إصلاح المنظومة التعليمية. الأسرة والمدرسة كاين مشكل كبير اليوم. علاش؟ لأن التعليم ما كنشوفوش المشاكل الحقيقية. شنو هي المشاكل الحقيقية؟ اليوم عندنا الاكتضاض في المدارس ما كيتناقشش، لأن ماشي مشكل التعليم هو مشكلة اللغة. الناس اللي كيناقشوا التعليم حصروه في اللغة. علاش حصروه في اللغة؟ لأن عندنا جوج ديال الطروحات السياسية اللي كتناقش التعليم. الطرح الأول هو إخضاع التعليم لواحد الصراع اللي هو إيديولوجي، واللي فيه كتهمش الأسرة، واللي فيه الأسرة كتكلف وكتحمل تكلفة اقتصادية في الوقت، لأن التعليم هو مسؤولية وكيدخل في المسألة الاجتماعية، وخاص السياسات الاجتماعية ديال الدولة تجاوب على المسألة ديال التعليم. كنوجدوا صراعات سياسية، صراعات إيديولوجية، وهذه الصراعات الإيديولوجية انقسمت لجوج الأقسام. قسم عنده مرجعية سلفية كيعتبر أن التعريب ديال التعليم هو أساسي. علاش؟ لأن تيقول لك العربية لغة القرآن، لغة الجنة إلى غير ذلك. هذا ما فيه شك، العربية لغة القرآن، ولكن هذا ما كيمنعش أن المسألة التربوية تخضع وتناقش بشكل جدي. لأن إلا عربت التعريب أو لا درت التعريب والناس اللي داروا التعريب، لأن اليوم من كيمشي واحد العداد ديال الشباب اللي صرفات عليهم الأسر ديالهم، صرفات عليهم الأسر ديالهم، لأن التعليم ولا تكلفة، الطفل ولا الطفلة يعني تكلفة، سواء خليته في العمومي سواء ديته للتعليم الخصوصي، كاين واحد التكلفة اقتصادية. ولكن هاد الناس اللي كيقريو ولادهم في المدرسة العمومية بالخصوص وبناتهم، ملي كياخذوا دبلومات كيمشيو ويخدموا كيقولوا لهم المقاولات ما عندكمش الفرنساوية. إذا شكون اللي حط العربية؟ شكون اللي دار تعربت؟ شكون اللي عرب هذا التعليم؟ أنتوما. إذا عربتوا التعليم وما عربتوش سوق الشغل. إذا إلا عرب التعليم خصني نعرب معاه سوق السوق ديال الشغل، خصني نعرب المقاولة، نعرب البنكة، نعرب جميع المؤسسات ديال الدولة تكون بالعربية، لأن أنت اللي مسؤول على هذا المنتوج. هاد الطفيلة ولا هاد الطفيل لما يمشي يلود على خدمة تيقول له ما عندك الفرنساوية، ولكن هو منتوج ديال النظام التعليمي. إذا علاش خليته
او لا خليت هذه البنيه تقرا بالعربيه، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كاين واحد الصراع في هذا الصراع الايديولوجي كاين جانب اخر. الجانب الثاني هو واحد المجموعه ديال النخبه او نخب اللي هي تكنوقراطيه او بيروقراطيه، تكنو بيروقراطيه اللي نقولوا. علاش هذه النخبه؟ هذه النخبه كتعتبر التعليم هو قضيه كبيره ومساله كبيره، وباش يتعالج التعليم خصنا المزيد من الوقت، وخصنا المزيد من التدبير، وخصنا المزيد من الامكانيات، وخصنا المزيد من الاطر، وحنا كنفتقدوا الاطر، ما عندناش اطر. وخصنا نمشيو نشوفوا تجارب دوليه، ونمشيو نجيبوا تجارب دوليه باش اننا نصلحوا المدرسه المغربيه. هذا خطا كبير. علاش؟ لان هذه المدرسه اللي كاينه في اوروبا ولا اللي كاينه في التجارب العالميه مزيانه محموده، ولكن هذيك المدرسه اللي كاينه في فنلندا مثلا، ولا اللي كاينه في النرويج، ولا اللي كاينه في، واللي كتجيبوا اطر وكتجيبوا خبراء باش يهندسوا لكم التعليم اليوم، راه هذيك المدرسه ماشي هي اللي كاينه في ربعه الساحل، ولا في اكلو، ولا في امي مقرن، ولا في الربيع بواحد، ولا في اسا، ولا في ولا في سماره، ولا في الداخل. ماشي هي نفس المدرسه. الحاجه اللي خصكم تفكروا فيها، علاش؟ لان المدرسه اليوم كتعيش ازمه، وهذه الازمه جات من كون النخبه السياسيه اللي مسؤول على هذا الملف ديال التعليم ما كتدبرش الحقيقه ديال الوضع. اليوم عندنا مدرسه فيها الاكتضاد، اقسام، هالمشاكل الحقيقيه، ماشي مشكل اللغه. لان العلم، ملي كنتكلم على العلم، ما يقال العلم، العلم هو واحد النشاط فكري، كنفكر بصمت ولا كنفكر في عقلي، ولكن هذاك التفكير تنقد نعبر عليه باللغه الفرنسيه، ونقد نعبر عليه بالانجليزيه، ونقد نعبر عليه بالامازيغيه، نقد نعبر عليه بالدارجه، نقد نعبر عليه باي لغه. هذا المشكل ماشي اللغه، المشكل الكبير كيف ما شرت هو الاكتظاظ. ما عندناش نفس التوزيع الجغرافي للخدمات المدرسيه، لان التعليم اليوم هو مطالب، او الناس اللي كيشرفوا على التعليم، على هذا الملف ديال التعليم، مطالبين باش يكون عندنا نفس القسم اللي كاين في الرباط يكون في الدوق نظيف، ونفس القسم اللي كاين في الرباط في حي الرياض خصو يكون نفسه في التقدم، ويكون نفسه في جيد سكان، ويكون نفسه في الدوق نظيف، ويكون نفسه في الداخله، ويكون نفسه في السماره، ويكون نفس القسم في اسا، ويكون نفس القسم في قيغان، وغادي في التراب ديال المملكه. 47 تلميذ وتلميذه في القسم، وكتطلب من هذاك المدرس وديك المدرسه استيفاء الوحدات ويكمل هذاك المقرر. بمعنى كنجنيو على الاجيال، وغدا كتبدا تحاسب هذاك المنتوج، تتقول له ما كتعرفش الفرنساويه، ولا ما كتعرفش تدبر هذا الامر، ولا ما كتعرفش هو منتوج ديالكم، انتم اللي نتجتوه. علاش؟ لان في السياسات الاجتماعيه، علاش؟ لان في السياسات الاجتماعيه ما عندناش هذا فقير ولا هذا امي، عندنا هذا منتوج ديال الدوله، هذا منتوج ديال الحكومه، اللي امي ولا فاشل، ولا ما كيعرفش يتكلم الفرنساويه، ولا ما كيعرفش يكتب التقارير، من ما كيطلبوا منه في المقاوله يخدم، هو منتوج ديالكم. اذا هو منتوج ديال الحكومه، هو منتوج ديال السياسات وديال المهندسين اللي ماسكين هذا الملف، وما مخلينش هذا الملف يكون ملف يساهموا فيه خبراء ديال البلاد محليين. المنتوج اليوم اللي كتكلموا عليه، واللي كتعطيه العصا في الشوارع، واللي كتعتبروه انه فاشل، هو منتوج ديالكم انتوما، انتوما اللي مسؤولين عليه، وانتوما اللي كونتوه. علاش هذا المشكل كله؟ لان المدرسه فرغتوها من واحد المحتوى، من البعد الاجتماعي. لما كنتكلم عن المدرسه والاسره، شنو كنطرح؟ تنطرح تدخل الدوله في الاسره، لان الدوله ولات داخله في الاسره، وخدات لها واحد الوظيفه اللي هي مهمه،
اللي هي وظيفة التربية والتكوين. حيث في الأسرة القديمة ولا في التجمين تا قديمت في الخيمة الكبيرة الخيمة القديمة، كان شكون اللي كيتولى التكوين والتربية؟ الكبار يعلموا البنت الحرفة، يعلموا الولد الحرفة، أم شرط كان يعلمهم الكتبة، يعلمهم القراية. هاد الأمور ما بقاتش واردة اليوم. مني كنرجع على ديك أمشارط، مني كنرجع للتعليم وكنقارن الخبرة اللي كانت عند أمشارط بكري، الفقيه ديال الدوار، الخبرة اللي كانت عنده في الكتابة، ما كانش تيقول للناس خصني نعلمكم تكتبوا ولا ندير لكم الخط. كان ياخذ اللوحة وياخذ ويدير التحناش، يحنش الإيم حضارا ويكتبوا من وراه، كيعلمهم الكتابة. اليوم المدرسة ما عندهاش هذه الفلسفة، ما عندهاش فلسفة تعليم الخبرة. علاش؟ لأن تعليم الخبرة هو الأساس. المدرسة اليوم تفرغات من البعد الاجتماعي. علاش تفرغات من البعد الاجتماعي؟ لأن كاينة ارتجالية، كاينة ارتجالية كبيرة في هذا الملف، وواحد الارتجالية اللي ركبتوها بالإيديولوجي ديال سوق الشغل. الله يخليكم، الله يهديكم، راه هاد سوق الشغل خرجتوا به على أسر واستنزفتوا ميزانيات أسر كبيرة، لأن سوق الشغل أنتم اللي مسؤولين عليه ماشي الأسر. تكوين الدولة اللي مسؤولة عليه في السياسات الاجتماعية، وحتى في الدستور ديال المملكة في 2011 أن الدولة مسؤولة دير ديك المرافقة الاجتماعية والمصاحبة الاجتماعية لطالب الشغل وتكونه وتزيد إعادة التكوين ديالو حتى تيلقى لما يكون يلود على الشغل حتى تيلقى شغل. سوق الشغل فرغتو، وهاد المقولة ديال سوق الشغل فرغتو المدرسة من المحتوى الاجتماعي، من الوظيفة ديال التربية، من الوظيفة ديال التكوين، وكتطالبوا بالشاب ولا الشابة يكون مواطن ولا مواطنة. كيفاش هو غيكون مواطن ولا مواطنة والمدرسة ما لعباتش هاد الدور، والدولة ما حاولاتش تستجب له الحاجيات ديالو كمواطن وكمواطنة؟ المواطن ما نعطيو العصا، المواطنة ما تسفك الدماء ديالو في الشوارع. المواطن كنسمعوا ليه، كنتحاوروا معاه، لأن عنده خبرة، عنده تجربة، واخا صغير في السن غادي نسمعوا ليه ونتحاوروا معاه وممكن نخرجوا بحلول. ما تنساوش، غادي نرجع معاكم مشاهدنا الكرام للنقطة البداية، علاش هذيك النخبة السياسية ملي تكلمت وقلت أنها جعلات من المدرسة امتياز، وجعلات من التعليم امتياز، وجعلات من الجودة ديال التعليم امتياز، لأن شفت في السبعينيات ولا واحد العدد ديال الشابات والشباب اللي ولجوا للجامعة، ولجوا للجامعة كأطر وكطلاب وكطبقة، ولكن التعليم بدا كيوسع الطبقة الوسطى، بدات الطبقة الوسطى كتوسع، وبدات الطبقة الوسطى كتحمل شعارات اللي هي حقوقية وشعارات اللي هي ديمقراطية، ولكن هاد الشعارات كتهدد النخبة السياسية، النخبة السياسية اللي دارت الجذور ديالها كأخطبوط في البلاد ومصت الاقتصاد البلاد وخلقات التفاوتات الاجتماعية ووسعات التفاوتات الاجتماعية ووسعات هذاك الهامش والأطراف ديال المجتمع في غياب سياسات اجتماعية. وبالتالي قالت هذه الطبقة الوسطى اللي كتهددنا وكتهدد النقابات وكتهدد النخب السياسية والأحزاب السياسية، شنو خصنا نديرو؟ خص تخريب التعليم، تخريب المدرسة. وكيفاش خصهم يخربوا التعليم والمدرسة؟ عربوا التعليم، خليو سوق الشغل بالفرنساوية، خلقوا المدارس ديال التعليم الخصوصي الأبناء ديالهم. وفي هذه المدارس ديال التعليم الخصوصي كذلك فيها تفاوتات، كاين اللي كيقرا ب 5000 درهم الشهر، وكاين اللي كيقرا ب 600 درهم الشهر، وكاين اللي كيقرا بأثمان خيالية. علاش؟ باش يكونوا أبناء النخبة هما دائما في الطليعة. خلوا القرار الاقتصادي والقرار السياسي والقرار المتحكم خلاوه مفرناس، خلاوه باللغة الأجنبية، باللغة إيرومي، باش ما يولجوش ليه أبناء الفقراء،
أبناء الفقراء أغلى يعني أو أقصى ما يمكن يديرو هو يدير أستاذ ولا أستاذة باش تسفك الدم ديالو والدم ولا الدم ديالها في الشوارع ديال المدن، باش نفرضوا عليه واحد الدخل محدود، باش نفرضوا عليه ديما يبقى يستمر في إنتاج يستمر في إنتاج الأطراف والهامش. التعليم اليوم في حقه هو ملف اللي كيعيش أزمة، ولكن هذه الأزمة هي ماشي أزمة مجتمع، لأن كثير من الناس يقول لك لا هذه الأزمة هي أزمة المجتمع. المدرسة كتعيش أزمة، ولكن هذه الأزمة هي أزمة النخبة السياسية. النخبة السياسية اليوم مطالبة بالجواب على مشكل التعليم في علاقته بالأسرة، لأن ما مستحضرينش تدخل الدولة في الأسرة، وما مستحضرينش كيف ما قلت في البداية انتزاع الوظيفة ديال التربية والتنشئة للمؤسسة الأسرية. انتزعتوا هذه الوظيفة، الدولة انتزعتها، التربية والتكوين وإعطاء الخبرة ولات مسؤولية ديال الدولة، ولكن الدولة والحكومات والأحزاب السياسية ما عندهاش سياسات اجتماعية استهدافية. هذه نقولها مزيان، استهدافية، لأن باقا كتلعب على ذاك المفهوم ديال السياسات العمومية. ما كان السياسات العمومية، السياسات العمومية هو مني كيجي الوزير وكيبدأ يتكلم على قطاع التعليم كيتكلم عليه بشكل عمومي، خدرنا للتعليم ودرنا للتعليم وعطينا للتعليم إلى غير ذلك، ولكن ما عندناش سياسات اجتماعية استهدافية. لأن المدرسة في القصبة ديال سيدي عبد الله ولا في أقيران ماشي هي المدرسة كيف ما قلت في الرباط، حيت هذه المدرسة عندها خصوصية، والدولة خصها تجاوب على هذه الخصوصية عبر سياسات اجتماعية استهدافية. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث من هذه الحلقة ديال اليوم واللي غادي نتكلموا فيه يعني بشكل كبير، ونحاولوا ما أمكن أننا نسلط الضوء على الأسرة والمدرسة. علاش اليوم كنطرح هذا المشكل ديال الأسرة والمدرسة؟ لأن الأسرة ولات كتستنزف الطاقة الاقتصادية ديالها في التعليم، لأن الأسرة تزادت لها أعباء اقتصادية في التعليم، لأن الأسرة ولات كتحمل مسؤولية اللي خاص الدولة هي اللي تحملها عبر ميزانيات. الناس كيخلصوا الضرائب، كاين ثروات ديال البلاد، ولكن هاد الضرائب وهاد الثروات ديال البلاد كتمشي للأمانة العامة ولا كتمشي للميزانية ديال البلاد، والميزانية ديال البلاد كتوزع حسب القطاعات. إذن فين هاد الفلوس؟ فين المال العام ديال البلاد؟ إذن الخدامين، الموظفين، الناس اللي عندهم الدخل كيخلصوا واحد الضريبة. إذن المشكل اليوم واللي ما قدرتوش أنكم تواجهوه هو إصلاح المنظومة ديال الضرائب، لأن باش تكون عندك ميزانية قوية لتجاوب على سياسات اجتماعية استهدافية خص تكون عندك ميزانية، وهذه الميزانية عندك الثروة ديال البلدية، ولكن خصك الضرائب أيضا. إذا ما قدرتوش أنكم تفتحوا الملف ديال المنظومة ديال الضرائب، الضريبة على الثروة، الضريبة ديال الناس الكبار اللي عندهم الأملاك وعندهم دخل يعني ما معروفش. إذا خصكم هذا الملف اللي خصو يتناقش، وخليتوا الأسرة مساكينة في الأطراف وفي الهوامش محملة وحدها هذا الملف ديال التعليم، تتحمل نفقات تدريس الأبناء ديالها وتدريس البنات ديالها، نفقات اللي تتبان في التسليع وخليتو التعليم يكون بضاعة. هاد البضاعة فين تتبان؟ تتبان في كثرة الكنانش وكثرة الكتوبة وكثرة القرابات وكثرة الوقت، يعني حتى هذاك طفيل ولا ديك البنية مسيكينة ما كيلقاش حتى الوقت فين يلعب وفين ينمي المهارات ديال الذكاء ديالو والقدرات ديال الذكاء ديالو. التعليم اليوم كيعيش أزمة، وهذه الأزمة خلقتها النخبة السياسية. النخبة السياسية اللي قلت بداية أنها جعلت من التعليم امتياز، والجودة ديال التعليم امتياز، ماشي حق من حق كل المواطنين. علاش؟ لأن إلا بغينا نناقشوا التعليم ونناقشوا بالصح ونتكلموا عن المدرسة ونتكلموا عليها بالصح،
ما نتكلموش على اللغه كيف قلت في البدايه، العربيه، الفرنسويه، الانجليزيه، الامازيغيه، الدارجه، ما عندناش مشكل في اللغه، ولكن نتكلموا على الجوده ديال التعليم. اعطي المدارس العموميه نفس الجوده اللي كاينه في المدارس الخصوصيه، اعطي المدرسه العموميه اليوم نفس الكتاب اللي كاين في المدرسه الخصوصيه، اعطي الدراري والدريات اللي كاينين في التعليم العمومي في المدرسه العموميه نفس الحظوظ اللي كاينه في التعليم الخاص. ما يكونوش 47 حتى 50 حتى 51 طفل وطفله في المدرسه في القسم، يكونوا حتى هما 12 ويكونوا 13 ويكونوا 14 ويكونوا 15 كيف ما كاين في العمومي في الخصوصي. اذا المشكل ديال التعليم هو مشكل ديال البنيات، هو مشكل ديال المدارس، هو مشكل ديال بناء الوحدات والحجرات، هو مشكل ديال خلق المدرسه وتقريب المدرسه من الاسره بحيث الاسره ما تكونش يعني في الهامش. اذا نقربوا المدرسه من الاسره، والاسره ما تبقاش تتحمل النفقه والكلفه الاقتصاديه ديال الابناء ديالها، لان كاين سياسات عموميه وكاين سياسات اجتماعيه، ومن خلال هذه السياسات الاجتماعيه خاص الدوله تجاوب على المشاكل ديال المدرسه. المدرسه اليوم كتنتج، ما بقاتش كتنتج الطبقه الوسطى، هرستوها وحليتوا ابواب اخرى، لان هذا الملف ديال التعليم واللي مسؤول عليه كيف ما تنقول ديما مسؤول عليه النخبه السياسيه، النخبه السياسيه اللي دشنات واحد الانغلاق سياسي في البلاد منذ نهايه السبعينيات وبدايه الثمانينيات، دشنات واحد الانغلاق سياسي في البلاد، وهذا الانغلاق هرس الطبقه الوسطى، والطبقه الوسطى رجعت للاسفل، رجعت لتحت، طاحت، ما بقاتش قادره تولج الخدمات كيف ما كانت او كيف ما هي مسطره يعني في الطبقه الوسطى نظريا. هرستوا الطبقه الوسطى، وبالتالي رجعت هذه الطبقه الوسطى لتحت، طاحت، وتزرع الاحباط، وتزرع الرعب، وتزرع الخوف، وهذا الرعب وهذا الخوف هو اللي غادي يولد العنف. وخصكم تكونوا على بينه بان هذا الملف ديال التعليم وتخريب التعليم هو تخريب للدوله ولمؤسسات الدوله. ممارسه العنف اليوم ضد رجال التعليم اللي هما رمز من رموز المدرسه العموميه كيعطي وكيزيد يزرع الخوف في التلامذ. سيداتي وسادتي، اعزائي مشاهدي ومشاهدات رمال تي في، من اجل التفاعل معكم في هذا الملف ديال التعليم اذكركم بالرقم، رقم الهاتف 06 07 09 268. الى عندكم اي تساؤلات او اي توضيحات او تفاعلاتكم فهي اساسيه من اجل تطوير هذا البرنامج ومن اجل تطوير وتطوير النقاش. رجع القضيه ديال الطبقه الوسطى كيف ما قلت، لان النخبه السياسيه لما جعلت من المدرسه جعلت من المدرسه مدرسه يعني مؤسسة لإنتاج البطالة ولإنتاج الهامش، وخلقات مدرسة خصوصية لإنتاج النخب، باش يبقى دائما ذاك المغرب ديال التفاوتات الاجتماعية، مغرب طبقي، مغرب ديال الطبقات الاجتماعية، وباش تهرس الطبقة الوسطى، باش ما تكونش عندنا طبقة وسطى اللي من ابناء الشعب وبنات الشعب اللي تقدر انها تهز شعارات ديال الحريه، شعارات ديال الديمقراطيه، شعارات ديال العداله الاجتماعيه. ما يمكنش تتكلم على ملف التعليم وكتخبي وما كتبغيش تطرق للمساله ديال العداله الاجتماعيه. ملف التعليم هو اليوم مرتبط بالعداله الاجتماعيه. ميغان العداله الاجتماعيه، العدالة الاجتماعية هي يكون توزيع نفس الخدمات ديال التعليم
على جميع تراب المملكة بالتساوي بنفس المساواة. العدالة الاجتماعية هي أن جميع الأبناء وجميع البنات ديال المغرب يوصلون لنفس المعلومة وبنفس اللغة. إذا كانوا الناس أبناء النخبة كيوصلوا لهذيك المعلومة باللغة الإنجليزية، خص أبناء المغاربة كاملين يوصلوا للمعلومة بنفس اللغة اللي هي الإنجليزية. إذا بغيتوا تديروا العربية، خص أبناء المغرب كاملين بما فيهم أبناء النخبة يوصلوا للمعلومة باللغة العربية. رجع للمدرسة، علاقتها بالأسرة. كيف ما قلت، المدرسة اليوم كتحمل واحد العبء اقتصادي. عبء اقتصادي علاش؟ لأن التسليع والتوضيع ديال التعليم ولا كيفرض على هذيك الأسرة مسكينة أنها تقطع جزء كبير من الميزانية ديالها. خاصة وحنا كنعرفوا أن هذيك الطبقة الوسطى اللي بين قوسين اللي ولات كبيرة واللي افتقدت جميع المقومات الطبقة الوسطى، لأن هذيك الأجرة هي الدخل المحدود، عندها واحد الأجرة شهرية ما تلاش قادرة أنها تعيش به، فبالأحرى أن تقري الأبناء ديالها. ولات هي تبحث، يعني جميع الأسر اليوم ولاو تبحثوا على الجودة ديال التعليم. الجودة ديال التعليم كيكلفوا إما يقري البنية ولا الوليد ولا الدراري ديالو في المدرسة الخصوصية، وحتى إلا قراهم في المدرسة العمومية خصو يجيب واحد أسلمان اللي يعطي الدروس الخصوصية، خصو دروس الدعم اللي ولات تتكلف، وكيف ما شرت زيادة على العدد ديال الكتبة والعدد الكنانش وعدد المحافظ إلى غير ذلك، اللي ولا كيتقل الكاهيل ديال التلميذ والتلميذة، وكيتقل الكاهيل ديال الأسرة من الناحية الاقتصادية. التعليم اليوم خصو يبعد من الصراعات الإيديولوجية، من الخطاب السلفي ومن الخطاب التكنوقراطي. المدرسة اليوم محتاجة الخطاب صريح، خطاب صريح. الملف ديال التعليم خصو يتحل محليا، ما نبقاوش نخاطبوا الناس بدوك الشعارات ديال لا واه المدرسة خصنا نشوفوا تجارب، لا واه المدرسة كتحتاج الكفاءات، الملف ديال التعليم كيحتاج الأطر، الملف ديال التعليم كيحتاج الكذا، الملف ديال التعليم كيحتاج لهذه القضية، الملف ديال لا، الملف ديال التعليم كيحتاج اننا نسولوا الاسر المغربيه، نشوفوا الاسر ديال الجنوب المغربي، نشوفوا الاسر من سوس الى الحدود بين المغرب وموريتان، نشوفوا الاسر اشنا هي التطلعات ديالها من التعليم، ونشوفوا الاسر اشنا هي المشاكل الحقيقيه اللي كتعيش مع التعليم. واش التعليم هو مشكل اللغه عندها ولا مشاكل اخرى؟ نشوفوا هذاك المدرس وديك المدرسة اللي كيمارس العمليات التربوية، اشنا هي المشاكل اللي مطروحة ليه اليوم؟ اشنا هي المشاكل اللي مطروحة عند التلامذ، عند الدراري وعند البنيات اليوم؟ هذا هو الملف، او هذه هي الحقائق باش نحلوا هذا الملف. وهنا غادي نرجع لهذه المسألة ديال السياسات الاجتماعية، السياسات الاجتماعية الاستهدافية والسياسات الأسرية. بالله عليكم، كيفاش الدولة اللي كتعطي لواحد الموظف ولا موظفة تعطيه 200 درهم للشهر على كل طفل ولا طفلة بمعدل 6 درهم في النهار، وتتبغيه يقريه وتتبغيه يكون عنده الجودة ديال التعليم؟ إذن هنا المشكل ديال الدولة، مشكل ديال الحكومات. السياسات ديال التعليم يعني تخلات على هذه المسألة، وكاين واحد الإفلاس يعني في الحكومات، ماشي هذه الحكومة، الحكومات كلهم يعني من بداية الثمانينيات، من نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات كان واحد الانفراج، ولكن للأسف رجعنا للانغلاق. ما طورناش السياسات كيف ما تنقول سياسات استهدافية اللي كتستهدف كل أسرة على حدة، كل أسرة، كل مجال جغرافي على حدة، كل مجال جغرافي عنده مشاكل تتختلف، عنده خصوصيات تتختلف على المشاكل اللي كيعرفها المركز. ما تجيبوش حلول جاهزة من دول ومن تجارب غربية وتحاولوا تسقطوها على البلاد، هذا مشكل كبير.
هذا مشكل كبير، لان ما خصناش نشوفوا التجارب اللي كاينه في ديك البلاد، ولكن خصنا نشوفوا التجهيزات. علاش ما كتشوفوهاش؟ علاش ما كتشوفوش الخدمات؟ علاش ما كتشوفوش المدارس والاقسام كيفاش مبنيه؟ ونجيبوا هذيك المدارس والاقسام كيفاش مبنيه ونحطوها، عاد يمكن لينا نديروا هذيك التجارب. اذا المدرسه اليوم هي تتعيش ازمه، والاسره في علاقتها بالمدرسه كتعيش ازمه، لان انتزعتوا منها المهمه ديال الوظيفه ديال التربيه، حملتوها المسؤوليه ديال الكلفه اللي كيتقام بها البنيه ولا الوليد، حملتوها التكلفه ديال الجوده ديال التعليم، حملتوها التكلفه ديال 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 المسار ديال التعليم ديال الطفل او الطفله، وبالتالي كتبغيو من هذه الاسره انها مستقبلا تحمل حتى المسؤوليه ديال التشغيل ديال هذا الابن، هذا الابن ولا هذه البنيه. اذا فين هي السياسات ديال البلاد؟ فين هي الثروات ديال البلاد؟ فين هي الضرائب اللي كيأديو المواطنين؟ فين هي الضرائب واللي اساسيه في بلوره سياسات اجتماعيه؟ فين هما واحد العدد ديال 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 المقومات ديال السياسات الاجتماعيه؟ هاد الارتجاليه اللي كاينه في الملف وربط التعليم بسوق الشغل، وللاسف بانوا واحد المجموعه من البرلمانيين ديال الامه اللي كيتكلموا على التعليم والفرنسة ديالو ما يسمى بالمواد العلمية. الله يخليكم، راه ما كاينش شي حاجة سميتها مواد علمية ومواد أدبية. راه الطفل والطفلة اللي ما كيتقنش الرياضيات راه ما يمكنش يتقن اللغة، ما يمكنش يتقن يعني العلوم الإنسانية. إذن اليوم كتحملوا الأسرة مسؤولية كبرى، بمعنى فاش تقولوا لها غادي نفرنسوا واحد الجزء ونعربوا واحد الجزء، بمعنى كتزيدوا تحملوا الاسر اللي بغى الابناء ديالو يمشيو في التوجه العلمي، خاصو يبدا يتحمل مسؤوليه ديال الجوده وديال التدريس ديال اللغه الاجنبيه مني كيكون هذاك البنيه ولا هذاك الوليد صغير. غادي ندوز الان سيداتي ساداتي مشاهدي ومشاهدات ريمال تي في لواحد المحور اللي ناقشوا فيه واحد الجانب اللي كنغفلوه، جانب اللي هو كبير وكنغفلوه في علاقة المدرسة بالأسرة، اللي هو الجانب ديال التربية. التربية على القيم، قيم المواطنة، التربية على الاندماج، الاندماج ديال هذاك البنية ولا ذاك الوليد في المجتمع بشكل صحيح. هذيك الأسرة منين انتزعت منها الدولة الوظيفة ديال التربية، هذيك الأسرة تفكات، علما ما عندناش أسرة وحدة، عندنا بزاف الأسر، تفكات، والأسرة دخلتوها في واحد السوق ديال الاستهلاك كبير، لأن خصها تبحث على الموارد باش تقري الدراري، باش تشد القروض ديال السكن، باش إلى غير ذلك. وبالتالي ما بقاتش كتقوم بالوظيفة ديال التكوين ديال التربية والتنشئة، وعطاتنا واحد الأجيال اللي انتوما كتقولوا عليهم ما عندهمش غيره على الوطن، انتوما كتقولوا عليهم ماشي مواطنين، ولكن هاد ما عندهمش غيره على الوطن وماشي مواطنين، راه انتوما اللي تسببتوا في هاد السلوكات، عبر زرع الاحباط، عبر تفكيك الاسره، عبر جعل التعليم رافد اقتصادي. وليتوا في الخطابات ديالكم كتكلموا فقط على سوق الشغل، وربطتوا السكويله، ربطتوها بالخدمه، يعني كيقرا الوليد ولا البنيه باش يخدم. نسيتوا ان هذا الولد ولا هذا البنت خصنا نقريه باش يكون مواطن، باش تكون عنده قيم المواطنه، باش يساهم يعني في النماء وفي النمو وفي التنميه ديال البلاد. ولكن انتم ماشي حاولتوا انكم تضربوا هذه الوظيفه فقط لانكم ربطتوا التعليم بسوق الشغل، ولكن عندكم اهداف اخرى. هو ما بغيتوش واحد الاجيال اللي غتكون في المستقبل متشبعه بالقيم، قيم المواطنه، قيم النضال، قيم
الحرية، قيم الحقوق، حقوق الإنسان، قيم العدالة الاجتماعية. ما بغيتوش المدرسة تكون جيل، واللي هذه هي الوظيفة الأساسية ديال التعليم، لأن الوظيفة اللي كانت عند الأسرة هي أنك تخرج، يعني كتكون دراري ودريات اللي كيكونوا معدلين، ها تيكون هذاك الشاب ولا ديك الشابة كيتربى كيكون قادر يساهم في تجمين الكبيرة ولا في الخيمة الكبيرة، في الدار الكبيرة، يساهم في الدوار، يساهم في الحي ديالو إلى غير ذلك. هذا هو الوظيفة ديال الأسرة اللي كانت قديمة، وكانت حتى من بعد الاستقلال كانت حتى الوظيفة ديال المدرسة في هذا الاتجاه. المدرسة كانت تتكون الشباب والشابات في هذا الاتجاه، لأن كان وعي بأن المدرسة انتزعت هذه الوظيفة. ولكن لما وجدتوا نفسكم أمام، يعني خاصة في السبعينيات، وجدتوا نفسكم أمام جيل متشبع بقيم، يعني قيم المساواة، قيم الصراع الطبقي، قيم أن الوضع في البلاد هو وضع طبقي، ما حاولتوا تفرغوا المدرسة من الجانب التربوي. اليوم التعليم ولا إصلاح التعليم في علاقته بالأسرة ودفع الأسرة ولا تحميل الأسرة، هذا الصاير ديال التكلفة الاقتصادية، تحميل الأسرة يعني هذه الكلفة الكبيرة تطرح مشاكل كبرى. كيطرح لنا مشكل الدولة، كيطرح مشكل مؤسسات الدولة. علاش؟ لأن الدولة بعد الاستقلال ما خرجتش من الرحيم ديال الشعب، ورثنا الدولة، ورثناها كمؤسسات من الدول الاستعمارية، ورثنا معها الآلية ديال القمع. والدليل على ذلك ما كيحصل الآن في الشوارع ديال المدن ديالنا. ورثنا معها العصا، حيت الاستعمار كان تيقمع وبقات المؤسسات ديال الدولة كتقمع. ورثنا منها تمييز، لما دخل الاستعمار خلق المدينة خلق لافيل، كيسميها لافيل، وخلى المدينة لافيل، خلقها النخبة، خلقها الفرنسيس باش يتميزوا، باش ما يتخلطوش مع المغاربة. نفس الشيء درتو تنتوما اليوم، خلقتو المدرسة العمومية، والمدرسة العمومية خلقتو فيها سلاليم، مدرسة عمومية اللي غالية الأبناء، الناس اللي ما كنعرفوش منين مصادر الثروة ديالهم، ومدارس خصوصية لأبناء اللي عندهم دخل يعني متعدد ولكن ماشي بحال النخبة الأولى، ومدرسة عمومية أخرى لأبناء ما كان يسمى الطبقة الوسطى، اللي كيخلص عليه 700 درهم أو تتخلص على بنية ديالها 700 درهم أو 800 درهم وحتى 1000 درهم. علاش خلقتوا هذا الشيء؟ لأن المنظومة والثقافة ديال ما بعد الاستعمار باقة كتعطيكم هاد أن خص يكون التمييز. والدليل على ذلك الشبار ديالكم في اللغة الإنجليزية، أو عفوا اللغة الفرنسية، في الوقت اللي كتخليو اللغة الإنجليزية كلغة اللي هي عالمية ولغة العلوم، ومشبرين في الفرنسية. علاش مشبرين في الفرنسية؟ لأنها لغة محدودة وما غتسمحش للأبناء باش يمكن يندمجوا يعني في سوق الشغل العالمية. التعليم اليوم في علاقته بالأسرة كيطرح كيف ما قلت مسألة كبيرة، مسألة مؤسسات الدولة، في علاقتها بالمواطن، في علاقتها بالأسر الهامشية. علاش ما كنسمعوش لهاد الأسر؟ علاش فرغنا التعليم من المحتوى ومن المضمون العلمي ديالو؟ علاش كنناقشوا نقاشات اللي هي ارتجالية وهامشية؟ لأن التعليم كان رافض العدد ديال الأسر اللي قدرت أنها تسلق السلم الاجتماعي. وانتم ما بغيتوش النخبة السياسية المسؤولة على تدبير البلاد، ما بغيتوش أن أبناء الأسر الهامشية وبنات الأسر الهامشية يتسلقوا السلم الاجتماعي. التعليم كان خلق واحد الانقلابات يعني في السلم الاجتماعي، ولا ابن الأسر الفقيرة ولا بنت الأسر الفقيرة وصل مستويات عليا. إذن باش تضربوا هاد التسلق ديال السلم الاجتماعي، خويتوا المدرسة العمومية من الجانب العلمي، من الجانب اللغوي، ومن الجانب التكويني والتربوي، وباش تخرجوا يعني أجيال، يعني واللي كان قال عليها الراحل قسوس أجيال جيل الضباع.
علاش جيل الضباع؟ ماشي هما اللي كيتحملوا المسؤوليه، انتم اللي بغيتوا هذه الاجيال، انتم اللي بغيتوا اجيال كتقولوا عليها اليوم اجيال ما قادراش انها تكتب، ولا ما قادراش انها تنتج، ولا ما قادراش انها، ولا ما قادراش، حيت انتم اللي هندستوا ليها، زرعتوا فيها الاحباط، زرعتوا الخوف، وبالتالي مارستوا عليها العنف. وكونوا على يقين ان العنف سيقابله العنف. المدرسه اليوم في علاقتها بالاسره خصنا نطرقوا لواحد النقطه كذلك اللي مهمه ما نغفلوهاش، ما خصناش نغفلوا الجانب ديال التواصل بين المدرسه والاسره. حيت لا كنتو كتكلموا على تجارب دوليه، وللاسف ما كتجيبوش من التجارب الدوليه العمق ديال 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 المدرسه الاجنبيه ولا المدرسه الغربيه. المدارس اليوم محتاجه لواحد الوساطه، خلق وساطه بين المدرسه والاسره، خلق المؤسسه ديال المساعد والمساعده الاجتماعيه في المدرسه اللي غيبدا يتصنت للاسره، ويتصنت للابن والابنه، يتصنت للطفل، ويتصنت للتركه، يتصنت للدراري والدريات، وكذلك يتصنت للاسره. علاش؟ لان العمليه التربويه اليوم معقده وصعيبه، ماشي بحال بكري. اليوم العمليه التربويه في هذيك المسافه اللي كاينه بين المدرسه وبين الاسره، هذيك المسافه عامره بالاعلام الرقمي، عامره بالقيم السلبيه اللي بدات كتدخل، عامره بواحد العدد ديال الصور، وعامره كذلك بالصور اللي كتعطيها الحكومه، صور اللي هي سلبيه على التعليم، فجلد المدرسين والمدرسات صوره سلبيه، صوره الاحباط، وصوره كذلك كتشجع العنف داخل المؤسسه التعليميه، لان هذيك المدرسه ولا هذاك المدرس اللي تجلد وسال الدم ديالو لما غادي يرجع عند التلاميذ والتلميذات ديالو غادي يكون محقور، ما هزيتوش به، ما رفعتوش بالمكانه الاجتماعيه ديالو، وغادي يكون محقور حتى من طرف الاسره. اذا اليوم هذه القيم السلبيه اللي نتجتو بين المسافه اللي كاينه بين المدرسه والاسره خاصكم تعاودوا تصلحوها. كتصلح عن طريق ماذا؟ عن طريق خلق مؤسسة الوساطة الاجتماعية داخل المؤسسة المدرسية، تسمع للتلميذ، وتسمع للتلاميذ، وتسمع للمدرس والمدرسة، وتسمع للأسرة. حيث المدرس والمدرسة ماشي وظيفته التربية والتكوين، هادشي كان زمان ملي كان العدد ديال المغاربة قلال، لأن ملي كتكلم على السبعينيات من القرن الماضي كنا كنتكلموا على 10 المليون ولا 11 مليون، كنا كنتكلموا على عدد التلاميذ قلال، كنا كنتكلموا على مدرسه اللي في المجتمع المحلي كلشي كيعرف المعلم والاستاذ والاستاذه، وكاع المجتمع المحلي كيعرف شكون اللي تيقرا وشكون اللي ما تيقراش، ويعرف الاساتذه ويعرف. اليوم هادشي ما بقاش، ولكن هذه وظيفه ديال الدوله، هذه وظيفه ديال السياسات التعليميه، خلق مؤسسات ديال الوساطه الاجتماعيه بين المدرسه وبين الاسره. المهمة ديالها كيف ما قلت الإنصات، ولكن الأستاذ تنصت للتلميذ والتلميذة، وتنصت للأستاذ والأستاذة، ولكن أيضا تنقل عند الأسرة وتسمع للأسرة، تسمع للأسرة وتسمع للهموم ديال الأسرة، باش نجمعوا واحد العدد ديال القضايا وعدد المتغيرات اللي غتمكننا من إصلاح التعليم. التعليم اليوم ماشي لعبة في يد ناس اللي الهم ديالهم هو تطبيق ايديولوجية، الهم ديالهم هو الصراع الايديولوجي، صراع كما قلت في البداية ديال الحلقة مبني على مرجعية سلفية، وصراع مبني على مرجعية تكنوقراطية او تكنوبيروقراطية، اللي كتشوف الحل ديال او الحلحلة ديال هذا الملف تتشوف فيه صعوبات، وانه خصو يكون بيد ناس، وخصو الى غير ذلك. التعليم اليوم محتاج كذلك النقاش والسماع لهذاك الاستاذ ولا ديك الاستاذه في ذاك القسم ولا ذاك ولا ديك المدرسه اللي معزوله في الهامش وبعيد، وكنطلبوا منه انه يستوفي جميع الوحدات. حولته، هذا هو المشكل، حولته التعليم الكوكوت مينوت، يعني خاص الاستاذ الاستاذه يستوفي الوحدات. واش الطلبه او التلاميذ فهموا؟ واش التلميذات فهموا؟ واش تعلموا ما تعلموش؟ هذاك ماشي شغل
اللي خصنا نناقشوه، اللي كنناقشوه او اللي كتناقشوه، هو الكتاب المدرسي. الوحدات خصها تكمل في هذا الشهر، الوحدات من كذا من رقم كذا لكذا خصها تكمل في هذا الشهر الى غير ذلك. اذا التعليم تعاملتوا معاه بمنطق السوق، ما تعاملتوش معاه بمنطق الاجتماعي، تعاملتوا معاه بمنطق السوق. وبالتالي هاد الاسطوره ديال المهندسين وديال التخريج، مزيان يكونوا مهندسين في البلاد، مزيان تكون اطور علميه في البلاد، ولكن ما نساوش ان خص تكون عندنا اطور ديال العلوم السياسيه، ما نساوش خصها تكون عندنا اطور ديال العلوم الاجتماعيه والانسانيه، لان هادو اطباء ديال المجتمع. حينت اليوم كنتكلموا على الجريمه، وكنتكلموا على الفوضى، وكنتكلموا على واحد العدد من القضايا في المجتمع، فراه نتوما اللي نتجتوها عبر السياسه ديال التعليم، عبر الضرب القدره الشرائيه ديال الاسره. اذا التعليم اليوم والملف ديال التعليم اليوم محتاج المدرسه اللي كتلعب وظائف ماشي فقط تعليميه، ولكن وظائف اجتماعيه، وظائف ديال التكوين على القيم، قيم المواطنه، قيم الحقوق، حقوق الانسان، قيم اعاده الاعتبار للمدرسه العموميه. التعليم اليوم محتاج الى عداله، عداله ترابيه. شنو كنقصد بالعداله الترابيه؟ هو يكون نفس كيف ما قلت نفس الكتاب اللي كاين في المدرسه الخصوصيه، هذيك اللي ديال النخبه الكبيره، يكون عند في المدرسه العموميه اللي كاينه في بعض الدواوير عندنا في الجبل، ولا بعض الدواوير اللي عندنا في اقيغان، ولا في افرا الاطلس، ولا في لاربعه الساحل، ولا في العيون، ولا في بوجدور، ولا في الداخله. خص يكون نفس الكتاب ونفس اللغه، واللغه اللي غتقريو بها تكون هي اللغه اللي كاينه في السوق، وتشجعوا الترجمه. ما قادرينش، لان اللغه الدول الصناعيه اليوم، الدول المتقدمه كتقرب اللغات ديالها. اليابان راه كتقرب اليابانيه، فنلندا تتقرب الفنلنديه، واحد العدد من الدول، النرويج، الدنمارك، كلهم تيقربوا اللغات المحليه ديالهم الى جانب اللغه الانجليزيه، ولكن عندهم مؤسسات الترجمه. اي كتاب طاح ولا اي مقال علمي طاح كيترجم اللغه باش كيقربوا المعلومه للمواطنين. اذا غادي نختم ان اصلاح التعليم اليوم، اصلاح المدرسه، سيداتي سادتي مشاهدي قناه تي في، يتوقف على ثلاثه النقاط. النقطه الاولى هو تنزيل الدستور ديال 2011، واللي كنطرحوا السؤال شكون اللي كيقاوم هذا التنزيل ديالو، كاين مقاومه كبيره. والنقطه الثانيه هي عداله اجتماعيه في توزيع الماده التعليميه في التراب ديال المملكه. والنقطه الثالثه اعطاء اهميه للاطر التعليميه. فالاطار التعليمي، استاذ ولا استاذه اليوم اللي كنحطوا به، راه حنا كنحطوا بالمدرسه العموميه. في القديم كان المغاربه تيغنيو يحيى المعلمين اللي تيقريو الزين، يحيى المعلمين اللي تيقريو الزين. علاش؟ لان كانت عند المعلم والمعلمه مكانه اجتماعيه. واليوم حولنا المعلم من نكته ونقشبوا به، والمعلمه حولناه الى بطانه الدم ديالها كيسيل في الشوارع. سيداتي سادتي، اشكركم على التتبع، واضرب لكم موعدا غدا في حلقه اخرى من برنامجكم من دار لدار، وفي موضوع جديد. ترقبونا غدا من الساعه 11 رجال، وحتى اخبار الدراري الصغار من دار لدار جا اليوم باش يحكي لكم اش طاري عند الكبار والصغار. من دار لدار جا باش يحكي اش طاري في الخيمه، واش طاري في تيقمي، واش واقع عند مولين. برنامج من دوار لدوار، المنصة اللي غتستمع لكم بلا زواق بلا مكياج، باش نسلطوا الضوء على مشاكلكم وعلى اهتماماتكم.
حضروا عاداتنا من خيمة فلجتها ثقافتنا وركائزها انتوما وكفاها اهتمامنا وعنايتنا بشي كامل يهم الموروث الحساني. نترايو في برنامج مراحل فرقان على قناتكم ريمال تي في. ملفات للنقاش، برنامج تحليلي مباشر يقارب القضايا الكبرى بسوس والأقاليم الصحراوية. انتظرونا مساء كل ثلاثاء على الساعة 7:30 مساء على قناتكم ريمال تي في. شحال خصنا ديال الحب باش نعيشو شويه تاع الحياه؟ كل ليله من 2 حتى للجمعه غادي نغوصو في عوالم البوح الاجتماعي، بزاف ديال الصراحه، الحب، الفرح والتواصل. برنامج شويه تاع الحب على ريمال تي في. صغار تسنوني في برنامجكم شو كيد كل سبت على الساعة 10 صباحا المليء بالفقرات والمسابقات والجوائز. معكم إيمان بكري من ريمال تي في، فكونوا في الموعد. كتهمكم سياسية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية، اش وقع في الشارع وعلاش لا حتى في حيكم. ريمان نيوز نافذة على كل الأحداث اليومية، ترقبوها من الاثنين إلى الخميس على قناتكم ريمال تي في. صغار تسنوني في برنامجكم شو كيد كل سبت على الساعة 10 صباحا المليء بالفقرات والمسابقات والجوائز. معكم إيمان بكري من ريمال تي في، فكونوا في الموعد. إزوران أسيس لين كان تبدوت نريمال تي في. إزوران أسيس إن مركز استهمان ستوكت نتغوسيوين نتسجان سوسمسا تسجيوين نفوس. إزوران أسيس لدتني الكم كريكتس من الاثنين الخميس ساعتي السنات أرتي سكرات نتزويد. إزوران أسيس نتبدوت نريمال تي في رونتيني تقدام قماتون حسين العللي. صوت الفلاح، برنامج كيهتم بالقضايا ديال الفلاحة والفلاح وتربية الماشية. صوت الفلاح، جسر التواصل بين الفلاح والمسؤولين ديال القطاع الفلاحي. صوت الفلاح على قناتكم ريمال تي في. صغار تسنوني في برنامجكم شو كيد المليء بالفقرات والمسابقات والجوائز. معكم إيمان بكري من ريمال تي في، فكونوا في الموعد.
فضائح مستورة، تحقيق بالصوت والصورة، غنكشفوا على وقائع مستورة اللي كتحط من كرامة الإنسان. أسرار وحقائق ومفاجآت غنكشفوا عليها في كل قضية. برنامج دنيا ألوان، لأن الدنيا كيف ما فيها الكحل فيها باقي الألوان. برنامج الدنيا ألوان، البرنامج اللي غتنمو فيه قدراتكم الشخصية والمهنية، واللي فيه غادي نتفاعلوا مع كل تساؤلاتكم في كل مناحي الحياة باش تطوروا ذاتكم وتزيدوا القدام، لأن الحياة كلها ألوان. نتلاقاو في برنامج دنيا ألوان على قناتكم ريمال تيفي. برنامج من دوار لدوار، المنصة اللي غتستمع لكم بلا زواق بلا مكياج باش نسلطوا الضوء على مشاكلكم وعلى اهتماماتكم وانتظاراتكم اليومية في العالم القروي. برنامج من دوار لدوار على شاشتكم ريمال تيفي، انتظرونا قريبا. نتم معكم من فريق لفريق، وفرملة سحرتنا نستحضروا عاداتنا، من خيمة فلجتها ثقافتنا، وركائزها انتوما، وكفاها اهتمامنا وعنايتنا بشي كامل يهم الموروث الحساني. نترايو في برنامج مراحل الفرقان على قناتكم ريمال تيفي. ملفات للنقاش، برنامج تحليلي مباشر يقارب القضايا الكبرى بسوس والأقاليم الصحراوية. انتظرونا مساء كل ثلاثاء على الساعة 7:30 مساء على قناتكم ريمال تيفي.